في حديث عائشة يذكره أهل اللغة في كتبهم، قالت عن الحنة، قالت: كان سيدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكره رائحته. أتى بهذا اللفظ في كتب اللغة، لكن بالنسبة إلى كتب الحديث ما ورد إلا حبي. وعلى كل حال فالحديث ضعيف، هو عند أبي داود بلفظ حبي، كان حبي يكره رائحة الحنة، لكنه حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم.